اهلا وسهلا، صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير مع فيديو جديد. ان شاء الله بديت لكم لا فيديو الصباح، ولكن حتى نضنا وفطرنا بقينا شويه مجمعين كنهضروا مع بعضياتنا، عاد نبدا لكم اختي لا فيديو. المهم هذا الفيديو هذا شنقول لكم قبلوا عليه، اخر نهار عندنا هنايا في الفنادق، دونك غادي نحاولوا اننا نجمعوا الدار ونقادوها وما نخليوهاش مرونه بيان سور. عاد نمشي وراك، ما عارف ملي كتكوني عندك الدار سورتو فيها الدراري الصغار وداك الشيء، راه اكيد كتقلب. حنا ما يمكنش نخرجوا نخليو الهضره علينا ولا شي حاجه. غادي نحاولوا اننا نجمعوا الدار ونقادوها ونرسيو كل حاجه كيف ما كانت بغيتها، كوزينه حمام اي حاجه. ديك الساعه ان شاء الله باذن الله عاد غادي نمشي، ولكن قبل من هذا الشيء كامل اكيد قبل ما غادي نخرجوا من هنايا غادي نشارك معاكم الحويجات اللي خديت من البارح من كاس ياخو. تبارك الله ما شاء الله عندهم شي حاجه زوينه، وما كرهتش انني ندي كل شيء، ولكن صراحه ما عنديش كيفاش غادي ندير باش ندي. وحتى انا الصراحه تعكس معايا، قالت لا ارساليات وهذا 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 ما كاينلاش وهذه. المهم من هذا الشيء كامل خديت غير داكشي اللي خاصني ناخذ، اللي خاصني ناخذ اللي باغاه. بصراحه بيني وبينكم بصح يعني الواحد ما يبقاش غير يضيع الفلوس. المهم من هذا الشيء كامل وهو ان جينا وخرجنا وشفنا سته اللي ما عمرنا ما شفناها، وبنيتاتنا كذلك شافوا هذه المنطقه هذه اللي ما كانوش عاقلين عليها بيان سور، اللي ما عارفهاش ديجا. ما كتبش على ان زينب تمشي معنا سته حيت هي ما بغاتش، كان الاختيار ديالها، قالت لك انا ما فيا اللي نمشي، غنبقى كندور ما فيا اللي نمشي. وان شاء الله بعد عمر طويل تقدر تمشي لها بوحدها ان شاء الله باذن الله، ماشي ضروري نكونوا معاها. الله يخلينا غير على خير ونبقاو بصحتنا وبسلامه وبطول العمر ان شاء الله. واكيد راه اي حاجه ملي كتديرها قدام كتخدم عليها كتوصل لها، هذا الشيء اللي كاين. فاللي بغيت نقول لكم ما تساويش لايكاتكم وتشجيعاتكم، ما نقولكم خليكم معايا نجمع هاد الروينه هذه، حيت عندنا الوقت نزير شي شويه حيت عاد خاصني نجمع وداك الروينه. ايوا اش غنقول لكم يلا يعني خاصني نطير في جميع الحوايج، جميع ديال الدار، وعاد نبدا نصور لكم داكشي اللي خديت. اول حاجه غادي نبدا نجمع البيت اللي كنا كنعسوا فيه، حيت انا قلت لكم يلا عاد فقنا من النعاس ويلا عاد فطرنا، فراكم عارفين هضره اكيد واحد كيبقى جالس ما كيحش بالوقت كيطير. جمعتي يلاه بديت نعس، رصيت المنطا تسكي وداك الشيء، باقي هاد الشيء مازال عاد غادي يترصى. المهم نشارك معاكم أول حاجة داك الشيء اللي خديت، دونك داك الشيء اللي كنت ناوية نجلس لها، جبت لي بدا جلسي لي معاس، جبت لهنا باش نجلس. المهم هانتوما أول حاجة خديت هادو، خديت هذا صراحة عجبني، هذا واحد السروال عجبني، غير هو ملقيتش الفوقاني ديالو صراحة زوين. هادو لقيناهم حتى التالي، عاد لقينا هاد الشيء بداو كيحطوا، لان قلت لكم النهار كله كانوا ما كيحطوا حتى حاجه، حتى التالي عاد بداو كيحطوا. المهم هذا السروال ديال الصوف كما كتشوفوا، جاي في الكحلوف هاد الياجوري، زوين بزاف، عجبني انا فاش شفتو، عجبني حمقني. ها انتوما شوفوا دابا ماشي مشكل، واخا ما كاينش الفوقاني ديالو، دونك غادي نديرو شي اوم الفوق يكون بحال ايلي، غادي يجي معاه زوين. هذا وهذا حتى هو
هذا حتى هو صراحه كيجي حتى مزيون تيجي هو راه شوفوا فيه اس ام كيلبسوا الاس والام ولكن كيلبس اوفر سايز كيجي بحال هكا وليدات ديالو بحال هكا حتى هو صراحه مزيون هذا غادي نوريكم اونمطون نطوي معاكم حيت ما عارفين نقول لكم دابا حاليا صافي كان جمال وخديت هذا حتى هو الصراحه مزيون في الحمامه هانتوما كيجيو بحال هكا جديدات مجموعين وكيجي من هنا من التحت بحال لابسه شي حاجه هكذا من التحت هاد الشبيكه هذا ما عارفين كيجي بحال هكا هذا الصراحه مزيون وخديت هذا اللي كيجي هكذا في هذا الغوز هذا جيسان ولكن هنا فيه هكا هاد الصبيفات حتى هو مزيون كيجي هكا مجموع يلا شنو اخر على اللي خديت انا يمكن انا هادشي اللي خديته مع انا مهم الا كنت شي حاجه ديالي نقول لكم بان ديالي هذا خديت فيه لاطاي كونفيت ولكن ما جانيش هذا جي كلاس مزيون عجبني حمقني ولكن خساره كانت مزيون مزيون عرفتي كلاس كيحمق ولكن خساره ما جاش قدي دونك غنعطيه لشي حد كيلبس كونفيت 38 ديالو صغيره فهمتوا 38 ديالو صغيره المهم هذا ماشي مشكل هذا خدات زينب هذا واحد السريول ديال كاتما عرفتو ديالو كيحمق مزيون عجبني عجبني انا غير شفتو قلت لها خودي هانتوما الجلاس ديالو فيهم هنايا ميكي وحتى هنا هنا من هنا ميكي ومن هنا ميني هذا مزيون خدات زنوبة هذا تقدر تلبس من فوق بزاف ديال الحاجة زيني بزاف ديال خدات واحد لوقو جاي يدير بحال هكا طريبش ديالو شفتو هنايا شفتو هذا في البلون كاسي سبحان الله العظيم اليوم اليوم ياك زينب اليوم خدات الحوايج اللي كانت باغا خداتهم خدات هذا يا جوري وخدات يا لالا هذا حتى هو عجبها كيجي اوفر سايز كبير هذا جاي في البيض ديال باربي صراحه ما كرهتش انني نمشي عاوتاني ولكن في غادي دير كي غنديرو نديو معنا هادش هذا البنات هذا جي سار وجي من هنايا وفيها جديدات لون زوين هذا وحتى داك الزرق البدادي ديالو هادو صراحة انا خديتهم ليلي ومهم ما عرف نشوفو من بعد هانت شفتو مزيونين دابا كنقول غير كي غادي يدير هادشي نستفو في الكانوبي هذا ديال زنوبة تقريبا بحال واحد السروال عندي غير انا هذاك اللي عندي مفتوح على هذا المهم حتى هو ديال السطوح كيجي هكا عريض هذا بهاتو زنوبة خداتو وخدات يا لالا هذا عاود واحد الفير او بالنسبه للحوايج ديال البرد
ديالها، هذا السروال ديالها كيطلع للرياض، واخا صراحة عندها ولكن عرفتي مكتوبة فيها اكس ال وجاتها سور ميزور. هانتوما جاي اللوين ديال هذاك قلب حموصة وفيها هنايا داك داك الزرق، شتو زرق دادي. كاين هذا جاي السريول ديالها والفوقاني ديالها دابا نوري لكم. هذا هو الفوقاني، هانتوما شتو هو صراحة مزيون كابيتشو. ايوا هانتوما كنحاول انني نزرب معاكم باش ما يجيكمش فيديو طويل، حيت باقي عندي ما نوريكم. اخذت هذا التوقيت ديال الصوف، شتو هذا ديال زار، يلا شتو هكاك. واو بلاش نوريكم هادشي، نوريكم هادشي ديال الحوايج. بعدا هادي خديتها الماء الاليج صافي، غير قلت هادي غير كنت شاركتها معاكم، هادي باش زوينه هانتوما كتزوليها كتصبنيها وكتولي تعاودي تغطيها، شتي ما كتزوليهاش يا ماما لاصقه كتزول. بلاتي نمشيو شنو هي السحيده اللي كتجي؟ كتزول غير هي واحد البلاصه مشدوده خصك تقصد تقطع. هانتوما هي كتزول كامله وكيما هاد البلاصه هادي راها مشدوده. هانت خديت هذا البنات تقولوا اسمع علاش خدات هاد الثوب هذا عرفتي لقيته ب 10 دراهم. هذا شتو كي داير؟ ماشي خصها تقطع، تحل الصداف، خصها تحل الصداف. هي واحد لا وشافها كي دايره من الداخل، ها هي شتي صافي غير ضها فيها الصدافه بصح، فيها الصدافه في الجلد. انا ما شفتهاش، ها هي خرجتي على داك الصداف، ها هي شتيها كاينه الصدافه هنا. هذا لقيته ب 10 دراهم، هذا خديته عرفتي لهياش التخليده ديال البنات في 27، وكنت لقيت لوينات خضار مثلا والذهبي، خضر ملكي والذهبي ولا ارجونتي، وكنخديتهم ولكن لقيت غير هذا هو اللي جاي مع داك الشيء، اما الشيء الاخر كاينين غير توابات صافي. ايوا نورمال راه ملي غادي تجي تحل خاصها تجبد. هذا واحد السروال ديال الزنوبه خداته بقات لك والو، عجبها هذا الشكل هذا خداته. هذا عرفتي خديناه مشينا نشوفو وما خديناش وما تفاهمناش معاه في الثمن، حيت قالنا 150 درهم كنا زعما كنشطرو معاه، ما بغاش يبيعونا خلالنا ب 140 درهم. والو قلت له زعما نقص حسبوا لي غير 130 درهم، ما بغاش سمحنا فيه. مشينا درنا وسالينا تا كنا راجعين بحالاتنا بالليل، قلت انا سي الله راه زين عجبها صراحه داك السوار، يلاه ناخذوها لها. قال لي يلاه زيدي فاش مشينا، قلنا له زعما علاش هذا وهذا المهم خف تالي خلينا ب 130 درهم. تالي خدينا له في اخر المطاف، خديت الزنوبه هذا لالا بنوار بالطريبش ديالو صراحة مزيون. هادو راه نتشاركتهم معاكم فاش كنا كنشوفوهم صراحة مزيون، وهادو راهم فيهم غير الطين كبارين. انا يسحب لي النوبة الاولى ديال الدراري الصغار، كنت بغيت ناخذ مزيان ومروه اريج
ساعة ما كاينش كاين غير هادو كبارين فاش قيصة زينب جاها سيغ ميزيغ صافي قلت لها زهرك خدي غير انتي انا ما بقيتش الصراحة لهادي المروة ما بقيت لهاش داكشي اللي كاين مزيان مزيان ولكن ما عرفوش يجي قد مروة ولا ما يجيهاش يجيها ولا ما يجيها ديال هادي واحد اللي كانت ماخذاها راجلي صراحة زوينة ديال اديداس هادي فنة فنة فاش صراحة فاش شتها عجباتني هو عجبو هاد اللون خدا هاد جاي بحال الشكل ديال بلو بيترول بحال هكاك بالضبط عجبو هاد لاكولوغ وخداها وهذا السريوي هادي فاش وقفنا عندو كنساومو على الثمن خلاها لنا ب لا قلنا ب 300 درهم بقينا معاه خلاها لنا ب 280 درهم فين قلنا الله ناخذو عليك جوج بقينا عاود نهضرو ونرغبو فيه سي باش خلاها لنا ب 5000 ريال يعني 250 درهم خدينا من عندو جوج اما عندو اخرين كاملين كيبيعوها ب كتلقاي كاع الى هذا تلقايها ب 280 درهم كيبغيوش ينقصو عليها خدينا هادو هذا ديال مروة هادي غوطا كوداس ديال مروة هادي خديناها يعني نص لبسه من الخردة هادي انا لا الثمن شحال اللي كندخلوا عنده كنلقاو عنده الكوداسات كيديروا ب 480 درهم 400 درهم 350 درهم واحد كان واقف قدامنا واحد الدري 550 درهم وعرفتي انا صدق قلت له راه لي كوداس كيكونوا غالي نورمال كيكونوا غالي نورمالمون هي منين كانت باغا تدخل الكره وداك الشيء كان عليها تعلم قبل وكان راه مشينا لهذا خص حبيب كيفاش كان جاي كان راجل لكم ضايت شمال ولا وكان راه دخلتي معايا المليلية وخديناها من ضايت شمال في الوقيته اللي كان صوب لان ضايت شمال كيديروه ورخاصين كومبل وكتاخديها جديده والسبب ديال ضايت شمال كلهم فنين هنا حتى ما بقيناش عندهم هاد ضايت شمال المهم هادي خديناها بالرغيبه والمزوقه وحنا كنرغبو ونزوقو كلكي نقيه وفنه بشحال 150 درهم غير بحال ما عرف شنو بحال كيخليوها كتزيد ليه ودي يسلم خدات توني خلاص ديال المغرب البيض حيت كانت باغا الصراحه تاخذ المغرب هو غوز زعما البنيتات ولكن شو سميتو جاها شي شويه ساري او ميم طون في واحد ديفو ابراهيم شنو ابراهيم ابراهيموفيتش هاي مولت حبيبة هذا وخدات الليبات خلاص بعد الشيء بل حفجت قصة اللبسة كاملة مش أنا أدري كم قلبها ها انتم صافي انا هنا ياخذ واحد السروال جيب صراحه عجبني هذا ديال طومي ولكن زوين شوفوا تجينا حنا النفاس كاينين رخاو كاين الغلا
وجينا تفاس نورمالمون كيديروا داك 120 درهم 130 درهم حتى 150 درهم، وكاينين ديال 300 درهم وانت طالعه على حسب الكاليتي. زولا عالج على حسب الكاليتي ديال الجيم والشكل اللي غادي تاخذ. المهم هذا كما كتشوفوا هذا ديال طومي. المهم بالنسبه لاول المقلمه قلنا ب 300 درهم، واكيد مع خدينا ديجا الكونتيتي و الكونتيتي او ميم طون فينا كيقولوا لها الشطاره بسي باش خلاو لنا ب 250 درهم بالسيف. وهذا انا الصراحه راجلي ما عزيزش عليا انه يشري السراول بزاف. شوفوا الرجال اون جينيرال ماشي كيبحال العيالات. وهذا هذا عاوتاني في الكحل، الكحل الكحل مايل شويه للكري، ما خداش هذاك الكحل كحل. ومولات ومولات الفوكونت ومولات الفوكونت ديال السروال الميساج وصل. وهاد الهضره ما غاتفهمها غير اللي كتبات غير اللي هضرات. خديت هنايا واحد طابله لبنتي باش عرفتي كلشي كيوصل، ما شفتكش كلشي كي راه اللي كيوصل كيوصل غير باش تعرفي. هنايا كاينه انا واحد طابلات ها هي ديال 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 طابلت ماجيك ديال عايج دايره بحال هكا فيها ستيلو. وهنايا هانتوما كتكتبي شتي كيفاش كتكتبي، وكاينه هنايا سوبريمي كتبركي عليها كتمسحكوش. غنكتب لكم هنايا عايش، هاهي تكتبات هنايا عايش. مي كتبركي هنايا كتمسح. اسمع هي نحطها هنايا باش نحطها لها. الطابليت ماجيك رخيصه كانت كدير شحال 30 درهم 30 درهم، حيت كنت غناخذ لها ملوانات باش تلون. وفي التالي لقيت لها الطابليت هذه تاهي زوينه، قلت لها تقدر تكتب وتمسح تكتب وتمسح. ماما هذيك ديال المهدي فينا هي؟ غتكون مع حوايج ما كاينش فيه، تكون شي وحده تكون هنا تكون شي وحده يمكن هنا. هادي كتبنا بحال ديال آمس. وهنايا خديت البنات واحد الفوطات الخدمة كيفاش نوريكم هانتوما بحال هاد الشكل هذا. خديت فويطات عاوتاني جدادي، خديت هنايا غير ربعة الصراحة ما خديتش بزاف. خديت هادو هادو فوطات كبارين 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 حتى هما الحمام لي بحال هكا. وانا قلت لكم الفوطه الكبيره 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 كاع دونك هادو راكم عارفين كتاخديهم كتمشي كتديهم لعند الطباعه هو اللي كيطبع لك اللوغو ديالك ولا السميه ولا كتحطيهم هكا. المهم على حسب. المهم البنات خديت هادو خديت منهم ها هما الفوطات الكبارين، وخديت الفوطات ديال الراس منهم النيت ياكم. وخديت هنايا فوطات وحده اخرين ديال البروشينغ. واخا راه كونجي ضروري ما تفكري في الخدمه ديالك اختي.
هانتوما ديت فوطات ديال البروشينغ. هاد المره خديتهم في اللون ديال الصومو، صراحه حمقني هاد لاكولا وقلت والله حتى غادي نديها. واخا صراحه هاد الشيء ما كيصلحش للخدمه، علاش؟ لان لي كولور كيكونوا هكا مفتوحين ما كيصلحش على اساس انك ميكي تقول هذا ما كيصحش لانك تليخيهم، يعني خاصك اما فوطه تكون بيضه باش كتليخيها وكيزول منها داكشي كامل كترجع بيضه، يا يعني اما خاصها تكون كحله ما كيبانش فيها ما كتليخيهاش، يعني الفا كتصفم ما كيبانش فيها. ولكن صراحه هاد لاكولا عجبني، قلت علاش لا ما تخرجش الصاله. فوالا نشوف هنايا هذا بنوار فوطه، هذا بنوار حتى هو فوطه صراحه، حتى هو الشكل ديالو الواعر وزوين، عرفتي؟ و الفوطه ديالو غزاله غزاله. وهذا كيديرو نورمالمون 250 درهم، كلشي كلشي كيبيعو 250 درهم الا واحد بوحديتو اللي لقيتو داير لهم ريكلام، قال لي غير دابا خرجوه حيت بقاو له شي حبيبات ودير لهم 120 درهم. بالنسبه للفوطات الكبارين الثمن ديالهم كيديروا 150 درهم، بقيت كنشطر معاه حسبهم لي ب 120 درهم حيت خديت عليه وخديت عليه. الفوطات الكبارين كيديروا ديال الراس كيديروا 40 درهم، الفوطات الصغارين كيديروا 30 درهم، وهاد الفوطات الصومو غير حيت بقاو له غير هاد الفوطات خديتهم انا كاملين، اما باقي له في الوينات واحد اخر يحسبوا لي ب 40 درهم. فوالا هادشي اللي كاين صافي، كنظن ساليت. كنظن دابا سالي ما بقى شي، الا بقى شي حاجه الله. خديت هاد الناس هاد الشيران، هاد الشيران هادو راهم كيديروهم كيبيعوهم بزاف ديال لي فوندوز في التيك توك وداكشي، كيبيعوهم الثمن ديالهم طالع، كيقول حقا حنا دايرين دابا بروموسيون وغنبيعوهم لكم ب 180 درهم. راه دابا برومو، مرحبا الا بغيتو تاخدوهم، راهم كاليتي وزوينين ودوريجين وهذا وهذا، ودابا راه غنديرو لكم برومو ب 180 درهم. انا شحال من لايف لقيت وصراحه كنت غادي نشريهم حيت الصراحه زوينين اول حاجه، ثاني حاجه بخيز على مود وبغيت ناخذهم، اوغوزمون ما خديتهمش وسبحان الله العظيم لقيتهم هدايا كيتباعوا. والنيت كاينين شي وحدين داير لهم 180 درهم، شي وحدين داير لهم 150 درهم، وحنايا لقينا واحد قال لنا 80 درهم حيت خديت عليه، زاد نقص لي حسبوا لنا 95 درهم يمكن ولا 90 درهم، والله ما بقيت عاقله واش 95 ولا 90، وحدين كانوا عنده ب 80 وحدين كانوا عنده ب 70. المهم هادو صراحه البنات راهم فنين زوينين، كيتلبسوا في دو فاسات، كاين هذا دو فاس، كاين هذا وكاين هذا، عرفتي؟ فنين نفس الكاليتي اللي كنقول لكم عليها، نفس كلشي غزالين. خديت هذا عرفتي الرطوبيه والسخونيه اون ميم طون، وهذا ديال لوي فيت هو كيجي عرفتي كيكسي بحال هكا صافي. هادشي واقيلا اللي خديت يا فهادشي اللي خديمه، خديت هاد تويكس فيه برومو راني تشاركت معاكم ب 45 درهم يمكن، وهذا سنيكرز، وهذا خلاص، وبونت ايوا دابا جمع جمع اوغوزمون طويت معاكم، وانا كنوريكم طويت معاكم دابا خاص هادشي كيفاش يدار باش يفرصطيات. تابعني تابعاني العذاب الحرب على الجميع، المهم غنقول نجمع هادشي ويح الله. المهم من هذا الشيء كامل صراحه صراحه كالسياق فيها ما يدار، فيها ما يدار بكل معنى كلمه.
عندهم داكشي مزيون اول حاجه. ثاني حاجه كاين شويه ديال الرخاء مقارنه مع بلايص وحده اخرين، وكاين لو شوا. هذا احسن حاجه. عرفتي راه كاينين فوطات انواع واشكال، بنوارات انواع واشكال، ما نقدرش انني نبارطاجي معكم كلشي. كاين لي زور لي كوفرلي المانطات، داكشي انواع واشكال. كاين قلت لكم رخا بارابور لمدينات وحده اخرين. صراحه كاين حوايج كاينين، عطا الله الكساوي الكيطمات المونطويات، ما تشاتش معكم كاع الوقت، المونطويات كاينين، لي بوط داخلين حتى هما كاينين، كلشي كاين، اي حاجه طيح لك على راسك كاينه، كلشي كاين والله العظيم. غير حنايا شو النهار الاول اللي جينا فيه وخرجت انا وانس تشاركت معكم، ديك الساعات كان خاصني نخرج نتقطع، وانا كنت عيانه وقلت خليتها حتى من بعد. ديك الساعات كان خاصني نخرج نتقطع واخا كان الليل، علاش؟ لان كانوا منزلين. شتي البارح فاش مشينا راه ما كانوش منزلين، علاش؟ لان ما كانوش مخلينهم ينزلوا، كانوا تما كاين المخازنيه وداك الشيء ما خلاو كاين حتى حاجه تما ما تنزل، غير تالي واحد شويه. اما صراحه قبل كان ها عندك ما تختار، وهذوك الفراشه كيكون طيحين الثمن على مالي الحوانت بيان سي، راكم عارفين. ايوا هذا ما كان. المهم جلو الجمعه درمينا هذه ونفيقوا من بعد البنات. صافي واخيرا جمعنا الدار كامله، رصيناها كيف ما دخلنا النهار الاول ليها بكل شيء ديالها، ودابا ان شاء الله غادي نقول لكم تهلاو. راني عاد هبط داكشي الطوموبيل، غنقول لكم تهلاو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم الى كتب الله. وشكرا بزاف للتتبع ديالكم على خطاكم عليا. باي باي.